دايما نتهلا في روحي من الداخل، ناكل اكل صحي بيان، ندير سبور ديالي، وميم طون نتهلا في روحي من برا. العرايس لكم هابلين على وصفات الطبيب. حبيتي تروحي لهذاك الراجل؟ لا، احكي الحبه تاع اللف تروحي له. وانتو كمشي غير العرايس، ميم حنا علاش؟ انا ماشي بنادم. ديري روتين اسبوعي من بين الروتينات اللي نستعملهم انا شخصيا، وهذا الروتين تاع ماسك النيلة الزرقاء. اول حاجه نستعمل الصابونه تاع النيلة الزرقاء، توجور قاعد لي برودوي من عند ميناتور باش ما تلف لكم. نوجد في الماسك ديالي اللي هو عباره عن ملعقه كبيره معمره من الطين الابيض اللي سبق وذكرت لكم الفوائد تاعو على البشره ديالنا. زيد معاه ربع معلقه تاع نيلة زرقاء حره. كي نقول حره واصليه يعني جربتها، ودوك نوريكم الدليل في الستوري. نزيد قطيرات تاع لا فيتامين او، ونلم العجينه تاع الماسك ديالي بماء الورد. هذا الماسك تبيضي به اي بلاصه حبيتي في لوكور ديالك، كركيبك، لي زيسال، وجهك، اونتخ لي كويس، يبيض كيما العرايس على بالي راح تراطيو. اوكي، نتصالح مع نفسي ونحب كل حاجه فيا، بصح اذا كاين طريقه نستعملها باش نحل هذاك المشكل علاش لا؟ دونك انا عندي اسوداد في مناطق في الجسم ديالي، اني كومبليكس شويه يعني نتعقد، وكاين الحل. كاين عند ميناتور هذا الماسك تاع النيله الزرقاء، كاع لي برودوي تقدري تاخديهم من عندها اللي وريتهم لك كامل. لي بواط كاع معمرين ويشدوا لك، ماشي مره ماشي زوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه ماشي خمسه ماشي سته ماشي 10. كل سمانه نشد هذيك الفيغوره نتهلا فيها. بغيت راني ابليكيت هذا الماسك تاع النيله الزرقاء، تخلي حتى ينشف على لابو ديالك هكذا، ومن بعد تروحي تغسليه. النيله الزرقاء باش تعرفيها ماشي خروطو، هذيك اللي تلصق لك وترجع لك كاع الدنيا زرقاء في لاصال دو بان. باكونت تاع ميناتور لا، راح تشوفوا بعينيكم راهي تغسل عادي، النيله الزرقاء راهي تتنحى. تستعمليه كل اسبوع ولا مرتين في الاسبوع، راح ينحي لك اثار الشمس اللي عندهم لي سكاتريس تاع الخمار، ينحي لك لف، التصبغات، البقع البنيه، اي سورتو يبيض يبيض يبيض.